بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة في المحاضرة بتاعتنا بنتكلم عن السيركت elements، وزي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت عن السيركت variables او اللي هم متغيرات الدوائر الكهربية، كنا نقصد بيها الكميات زي الفولت والكارنت والالكتريكال تشارج. عرفنا اهم حاجة في المحاضرة كانت بتتكلم عن الباسيف ساين كونفنشن، وقلنا ان هي اللي بتحد العلاقة اللي ما بين اتجاهات التيار والفولتج دروب الموجود في الدائرة الكهربية بتاعتنا. وقلنا ان مكونات الدوائر الكهربيه الاساسيه ما هي الا 5 عناصر اساسيه، 2 منهم sources اللي هم الفولتج سورس والكرنت سورس، ودولت اللي بيمدوا الدائره بالطاقه، و3 elements تانيين اللي هم خلينا نقول دلوقتي ان هم مستهلكين للطاقه، ولكن هم مش دايما. يعني في عندك الريزيستورز هي مستهلكه دايما للطاقه، وده شكل المقاومات بتاعتنا. المقاومه ده احد الاشكال الشهيره ليها، والموجود عليها الالوان دي ده الاكواد بتاعتها، وهتعرف ماده التطبيقات الهندسيه ازاي تقدر تقرا كل لون وده معناه رقم ايه، وتقرا في الاخر يعني مثلا وليكن تبص على المقاومه دي تقول المقاومه ديت مثلا 1 كيلو اوم مجرد ما شفت انت الشكل بتاع الالوان دي. الاندكتور ده احد اشكال الملفات، ليه طرفين 2 تيرمينال، والاندكتور والكاباستور ما اقدرش اقول عليهم ان هم عناصر مستهلكه للطاقه، لان هم ممكن تستهلك طاقه وممكن انها تديك طاقه، يعني ممكن تطلع طاقه. ده هناخده بالتفصيل في جزء في الترم الاولاني، ومعظم الترم الثاني مبني على وجود التو اليمنتس دول. اما الكاباستور فليه اشكال مختلفه كتير جدا، في عندك الشكل اللي هو ده بيختلف بقى ما بين الكيميائي والسيراميكي اللي ليه بولاريتي واللي ملوش بولاريتي، ولكن دي اشهر برضو الاشكال اللي موجوده ليه المكثفات، واللي هناخدها بالتفصيل في ماده التطبيقات الهندسيه مع الدكاتره اللي بيدرسوا الماده. النهارده بيقول لك ان الفولتج سورس والكرنت سورس او مصادر الطاقه الكهربائيه اللي موجوده في الدوائر، بيعرف لك معنى الايديال فولتج سورس. تعريفه ان الايديال فولتج سورس إذ a circuit element that maintain هو عنصر من عناصر الدوائر الكهربية that maintain a prescribed voltage across its terminal regardless of the current in those terminal. يعني هو عنصر من الدائرة اللي بيقدر يحافظ على قيمة الفولت البريسكرايب، يعني اللي مكتوب عليه أو اللي هو معرف به. يعني لو أنت جايب بطارية 10 فولت، أو خلينا نقول مصدر كهربي مثلا 10 فولت، فهو هيدنيه محافظ دايما إن في على الأطراف بتاعته 10 فولت مهما كان التيار اللي خارج منه. طبعا ده تعريف مثالي جدا. وحاجه كمان ان هو بيقول لك ان الايديال فولتج سورس يقدر يطلع اي قيمه لاي تيار. طبعا ده برضو باين جدا هو كلام مثالي، بس احنا بنقدر نقول هو فعلا بيقدر يطلع اي قيمه لاي تيار، بس وزن الليميت بتاعته. يعني الناس اللي هتشتري باور سبلاي، وفي صوره هنا انا عرضها للباور سبلاي 2 شانل، بيبقى في حاجه زي كده، هو ده شكل مثلا باور سبلاي، وفي شانل للفولت وفي شانل للكرنت. لو انت ثبت ان ده فولتج سورس، فمثلا خليت ان هو متثبت على 10 فولت، يبقى ده هيطلع من الاطراف بتاعته اللي هو البروب ديت اللي انا موصله خلالها اي حمل ما، كده كده هو مطلع لها 10 فولت. اما بقى الحمل اللي هنا اللي هو اللود بيسحب كام من الكرنت، فهتلاقيه ممكن يسحب اي قيمه، بس مش اي قيمه تو انفينيتي، لا ده ممكن تلاقي ان الباور سبلاي ده مثلا يقول لك ان هو 25 فولت 3 امبير. يعني ايه؟ يعني هو هيطلع 10 فولت مثلا، انت اخترت من السكيل بتاعه 10 فولت، يبقى انت قلت هيدي لللود ده 10 فولت ثابتين، لكن الكرنت هو حر ان ياخد من 0 لحد 3 امبير. فده بس انا عايزه ااكد على المعلومه دي، عشان هو مش فكره ما يقدر يدي اي قيمه للتيار وخلاص، لا، وزن الليمت بتاعته مع حدود اللي هو بيديه. طبعا المعنى بينعكس تماما بالنسبه للكرنت سورس. الكرنت سورس هو اللي يقدر يدي قيمه الكرنت اللي موجوده عليه او اللي موصوف بيها مهما كان قيمه الفولت اللي خارجه منه. اما بقى الباتري، طبعا تعتبر الباتري هي برضو مصدر للطاقه، ولكن هي يعني نيرلي او ابروكسيميتلي بنقول ان هي فيكس فولتج، يعني محدش هيجيب بطاريه مثلا وهي 10 فولت وفي الغالب هيلاقيها 10 فولت، بتلاقيها مثلا 9.95 مثلا، هتلاقيها دايما بتقل يعني. فعشان كده هي بيقول لك ان هي بتديك فيكسد فولتج فور ا وايد رينج اوف كارنت. يعني ايه؟ مع الرينج كده بيقول لك مع وايد رينج اوف كارنت، بس هو مش وايد ولا حاجه يعني، بس البطاريه يعني مش زي الفولتج سورس ولا حاجه، هي بتديك تقريبا قيمه الجهد اللي موجود عليها. مصادر الطاقه الكهربائيه بقى نفسها، هو في عندك نوعين للالكتريكال كارنت، التيار الكهربي. احنا يعتبر كل الترم الاولاني بنتكلم عن نوع واحد بس اللي هو الدي سي كارنت او الدايركت كارنت، اللي هو دايركت خدنا منها دي وكارنت خدنا منها سي، فده اسمه الدايركت كارنت. ده فيكسد فاليو فيكسد دايركشن، يعني دايما التيار ماشي في اتجاه واحد في الدايره،
ولما باجي برسمه برسمه عبارة عن خط مستقيم. يعني لو انا عايزة اقول ان البطارية دي 10 فولت، اقوم رايحة كده وعاملة ادي المحاور بتاعتي واجي عند قيمة العشرة هنا واقوم شادة خط مستقيم. ده كده انديكيشن ان ده دي سي كارنت، دايركت كارنت، ثابت الفاليو، قيمته ثابته ما بيتغيرش عن 10، ثابت الاتجاه يعني دايما في القيمه دي. لو البطاريه دي بتديني 10 فولت بالموجب، يعني لو مثلا دايره عندي زي كده ماشي، وبعد كده الدايره دي مكمله باشكال ما، فالبطاريه دي بتطلع تيار في الاتجاه ده. عند اي لحظه في شغل الدايره دي هيفضل التيار ماشي في الاتجاه ده، مش هاجي في لحظه الاقيه مره واحده ايه اتعكس وراح في الاتجاه التاني، مش هيتعاكس ابدا طول ما الوضع في الدايره ايه ثابت. اما الاي سي فهو الالترناتيف كارنت، وده بيبقى شغل الترم التاني كله، ومعظم شغل اللي بتاخدوه بعد كده في كورسات كتيره بقى زي الكتريك ماشينز والباور والحاجات اللي زي كده بتكون هو الاي سي كارنت. الاي سي كارنت اللي هو الالترناتيف كارنت، الالترناتيف اللي هو ايه متردد، يعني تعريفه كده التيار المتردد، ده اسمه التيار المستمر اللي هو دي سي، والاي سي هو التيار الايه المتردد. متردد ليه؟ عشان هو متغير في الفاليو في الدايركشن عكس التاني. فده كده شكل للالترناتيف كارنت. ليه الترناتيف ده؟ مثلا لو بصينا على الشكل التاني اللي هو الساين ويف، ده متغير في المقدار، يعني عند اللحظه اللي قدامك دي كانت قيمه الفولت كام؟ كانت صفر. لما مشيت شويه قيمه الفولت كانت كام؟ كان ليه قيمه، ما اعرفش كام بس اي ايا كان ليه قيمه. لو نزلت هنا هتلاقي حاجه بتقراها، بعد شويه بقى ليه قيمه تانيه. لو انت قريت من المحور ده هدانيك لغايه ما توصل الماكسيمم فاليو هنا عند لحظه ما تانية، وبعد كده يبدا يقل وهكذا لحد ما يبدا يوصل للصفر. فهو متغير في المقدار بتاعه، ده شكل الكيرف اللي بيمثل المقدار بتاعه. طب ليه متغير في الاتجاه؟ عشان في نص ليه في الموجب والنص التاني موجود في الايه في السالب. هتلاقيه كده متغير مره فوق ومره تحت، مره فوق ومره تحت، ويبقى ليه بريودك ويف، يعني ليه شكل دوري، متغير بشكل دوري. فمثلا التيار يبقى ماشي في اللود في اتجاه ده مثلا، يعني خلينا نقول ابسط حاجه ممكن اقولها لك، وفي اللحظه اللي بعدها في الاتجاه التاني. طبعا ده كده التعريف اللي هو ايه، يعني بحاول ابسطها لك كلمه متغير في الاتجاه، ولكن هو برضو التيار ليه اتجاه واحد في الدايره وبنشتغل عادي مفيش فيه مشكله. طبعا في حاجات بقى تانية زي مثلا اللي هو ريكتيفاير كارنت، اللي هو مثلا تيار تلاقيه عامل كده، او فولت قصدي عامل كده ماشي، هو ثابت في المقدار ولكنه متغير في الاتجاه. شكل الفولت ده بيطلع في دوائر مثلا زي اللي هي الريكتيفاير، دوائر اللي هو دوائر التوحيد اللي بيطلع منها بيطلع منها جهد. مثلا هي كانت اي سي وبعد كده عايز يحوله للدي سي، في احد المراحل الوسيطه اللي بتكون في النص بيوصل للشكل ده. ده كده لا هو دي سي ولا هو اي سي، بنقول عليه ريكتيفاير دي سي، يعني جاي من حاجه معينه وليه برضو شويه تحويلات، وتقعد تركب له مكثفات ومش عارف ايه عشان تخليه نيرلي شبه الخط المستقيم في الاخر. يعني ده برضو بناخده في مادة التطبيقات الهندسية مبدئيا، وبعد كده بتاخده بالتفصيل في كورسات الباور الكترونيكس. ده كده يعتبر نبذة مختصرة عن انواع الكارنت اللي موجودة عندي في الدوائر الكهربية. شغلنا هيبقى معظمه في الترم الاولاني عن دي سي، والعكس بيكون في الترم التاني. المصادر الكهربية برضو زي ما احنا اتفقنا احنا بنتعامل مع اكواد الاشكال، يعني انا لما ارسم لك الرسمة دي يبقى انا فاهمة ان ده فولتج سورس وانت فاهم ان ده فولتج سورس وهكذا، يعني ما احطلكش مثلا المنظر ده وتقول عليه كارنت سورس. فده شكل الكود اللي احنا متفقين عليه. الدايره اللي جواها موجب وسالب ده جنرال فولتج سورس عادي. ممكن تعمل المنظر ده وتلاقي مسائل كده بترسم عادي، يحط لك بطاريتين جنب بعض. احنا بنبقى عارفين ان ده فولتج سورس في الاخر بس عباره عن بطاريات معينه. في بقى المنظر ده كده تلاقي دايرتين متداخلتين مع بعض، ده السيمبل بتاع جنريتور المولدات، وده هتلاقوه موجود في ده في المواد الخاصه بالباور، بس ان شاء الله لما في سنين متقدمه يعني. فده كده اللي هو ايه التلات انواع او التلات اشكال المختلفه من من الباور. ممكن نحط يعني تلات اشكال مختلفه من مصادر الطاقه اللي انا ممكن استخدمها في الدوائر. طبعا احنا ما بنستخدمش ده خالص، يعني ده مش عندنا، ما بنتعرضلوش في الكورس بتاعنا، ولكن انت بتشوفه في كورسات متقدمه، انما الشكلين اللي احنا شغالين عليهم هم الاثنين دول. ده بقى كده شكل الباور اللي عندنا، واحنا اتفقنا ان الباور دي خلاص يعني فيها كلام كتير، يعني مش فيها كلام كتير، فيها يعني كلام متعارض، لا اتفقنا ان كلمه ديليفرد تو هي ايكويفالنت لكلمه ابسوربنج بصفه عامه. يعني لما انا اقول ان الباور بتاعتي ديليفرد تو ذا سيركت انسايد ذا بوكس، يعني لو الباور بتاعتي راحت للدايره اللي جوه البوكس يبقى الدايره اللي جوه البوكس دي بتابسوربنج الباور بصفه عامه، ولو الباور ديت ابسوربت فروم السيركت انسايد ذا بوكس يعني اتاخدت من السيركت اللي جوه البوكس اللي قدامي، فده معناها ان السيركت اللي جوه البوكس دي بتدي طاقه فهي ديليفرنج للباور بصفه عامه. واتفقنا ان انا اعرف المفهوم بتاعها بالعربي، ف
طالما انت في عندك مشكله انك تفهمه او تفهمها زي ما انا لسه قايلها كده، امتى تبقى بالموجب وامتى بالسالب، تمام؟ يبقى الباور بتاعتي لما تبقى بالموجب يبقى هي ديليفرد تو السيركت انسايد ذا بوكس، ولما بتكون بالنيجاتيف هي ابسوربت فروم السيركت انسايد ذا بوكس. عايز تشيل الكلمه والبريبوزيشن اللي وراها، يعني الكلمه وحرف الجر، مفيش مشكله، بس تاخد الكلمه اللي بالانجليزي الصح الايكويفالنت ليه. نرجع تاني للفولتج سورس، ده شكل اللي هو الباور سبلاي اللي كنت بقول لكم عليه، ده تو شانل باور سبلاي، ده يديك كارنت ويديك فولت. يعني انت ممكن تشغله ككارنت سورس، في الحاله دي انت هتثبت الفولت على قيمه معينه. يعني اللي قدامك ده مثلا بص على الشاشه كده هتلاقيه كاتب 36 فولت وصفر كارنت. ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو ركبت ده كده الموجب والسالب، لو انت ركبت ما بين الاطراف دي اي لود مثلا اهو، وليكن مروحه ايا كان، يعني ركبت حمل هنا، ده هيسحب كده كده داخل له 36 فولت، لكن هيسحب كارنت كام على حسب ايه قيمه اللود اللي موجود عندي. ده اللي مقصود بانه هو هيمنتين، يعني هيحافظ على قيمه الجهد اللي موجوده عليه مهما كان قيمه التيار اللي هيسحبه. تشيل انت المروحه دي وتحط حاجه اكبر منها في الاستهلاك، برضه هيديها 36 فولت بس هيديها تيار مختلف، وهكذا. والعكس بيكون لو هو لو كان في هنا رقم ثابت مثلا 3 امبير وهنا مثلا مكتوب لك 0 فولت، فده معناه ان هو بيسبلاي للود ده 3 امبير مهما كان قيمه الفولت اللي هيدروه او اللي هيسحبه من الباور سبلاي ده. ده بنقول عليه ديجيتال باور سبلاي عشان الارقام بتاعته بالمنظر ده، وده بنسميه الانالوج باور سبلاي. وانتم المفروض بتعرفوا الفرق ما بين الديجيتال والانالوج ديفايسز في الميجرمنت اوف كورس القياسات الكهربائيه. نرجع بقى عندي لتوصيل الاليمنتس دي مع بعضها. لو انا عندي بطاريتين او عندي مصدرين للطاقه توصلوا مع بعض ان سيريز، مع يعني في دايره واحده، هل هيتجمعوا ولا بينطرحوا؟ قال لك كل واحد على حسب اشارته، على حسب تركيبه. لا، نرجع تاني للباسيف ساين كونفنشن، كل واحد واتجاه الكرنت اللي خارج منه. يعني باور سبلاي زي اللي قدامي ده، الكرنت بتاعه ده سالب ده موجب، بيطلع من السالب للموجب، فده اتجاه التيار. همشي مع اتجاه التيار ده كده، هو بص الاقي باور سبلاي تاني ادي سالب ودي موجب، يبقى ده اتجاه التيار التاني. فلاقي ان الاتجاهات بتاعه التيار بتقوي بعضها، يعني ماشيه في اتجاه بعض، يبقى الاثنين دولت ايكويفالنت مع بعض ال10 زائد 5 اللي هو ايكويفالنت ل15 فولت. طب لو كان العكس، لو كان في واحد فيهم معكوس، برضو هحط على كل واحد اشارته، ده اشارته من السالب للموجب وده موجب سالب، يبقى اشارته كده. وبص على الاسهم، الاقي ان الاسهم جت هنا وعكست بعضها، فده معناها ايه؟ معناها ان التوتال هو المحصله الفرق ما بينهم، ادي 10 ناقص الخمسة. طب وليه قلت ان 10 ناقص الخمسة؟ ليه ما قلتش سالب 10 زائد الخمسة؟ علشان الباسيف ساين كونفنشن كانت بتقول لي ان هو ده اتجاه الفولتج رايز، ده اتجاه الفولت اللي موجود في الدايره. لما بيبقى عندك الباور سبلاي بالمنظر ده كده ماشي، فاتجاه الكرنت اللي هو رايز اللي ماشي في الدايره بالمنظر ده، لو في اي حاجه عكسته هي اللي بتاخد الاشاره السالبه. فالاثنين دولت مع بعض ايكويفالنت ان في بطاريه قيمتها 5 فولت متوصله على الطرفين الموجودين ايه دول. نفس الحكايه اهو، حط بطاريتين جنب بعض، ادي 9 فولت وادي 6 فولت، ابص كده على الاتجاهات سالب موجب، يبقى هنا اتجاه التيار بتاعي كده، وده اتجاهها برضو سالب موجب، يبقى برضو اتجاه التيار كده، يبقى البطاريتين بيقووا بعض، يبقى التوتال هو مجموعهم 6 زائد 9 اللي هو 15 فولت، يبقى المقاومه دي واقع عليها 15 فولت اللي هو الايكويفالنت بتاع الاثنين دول. عمل الحسبه ديت دي كده خلاص عرفنا جت ازاي. التيار بتاع الدايره بقى يحسبه ازاي؟ هو مجموع الاثنين فولت دولت على قيمه المقاومه، وده من قانون اوم اللي انتوا اكيد عارفينه من الثانويه العامه، بس احنا بناخده تاني السنه دي. وبعد ما افترضنا ان هو حسب قيمه التيار، بيحسب لك كمان الباور اللي بتستهلكها المقاومه دي. فهي عندك كذا طريقه، اما انك تقول الاي تربيع في الار وهتستخدم الاي اللي انت حسبته، او في تربيع على ار وهنا هتستخدم الفي النهين اللي هي ال 15 فولت اللي هي مجموع البطاريتين مع بعض. وطبعا الار في الحالتين ثابته اللي هي ال 100 اوم. بيجي بقى تاني العنصر مهم من عناصر الدايره الكهربيه، هو ما خلاهوش لوحده، يعني هو برضو يتبع الفولتج سورس والكرنت سورس، بس في حته كده ايه فيه، قال لك ان الفولتج والكرنت سورسز نفسهم بيتقسموا لحاجتين، الديبندنت سورسز او يعني اللي هي المفروض اقول العكس، ابدا بالاندبندنت، فالاندبندنت سورسز او الديبندنت سورسز. الاندبندنت يعني المستقله ماشي، الديبندنت اللي هي المعتمده. فالاندبندنت سورسز زي المصدر اللي كان في السلايد دي، ده كده بيطلع 36 فولت بغض النظر مين موجود في الدايره معاه، مش فارق معاه، هو مثبت نفسه على 36 فولت. لكن الديبندنت سورس قيمته بتتحدد وفقا لحاجه تانية في الدايره. يعني ايه؟
يعني عندي مصدر مثلا زي اللي قدامي ده، هو الاول شكله اللي بيميزه هو ان بعمله الشكل المعين ده، ده الشكل المميز للديبندنت سورس ما بنغيرهوش، تمام. ناقص بقى اعرف هو فولتج ولا كارنت سورس، بسيطه. لو هو فولتج سورس هيبقى جواه موجب سالب، لو هو كارنت سورس هيكون جواه اللي هو ايه السهم ده، سواء كان طالع لفوق او نزل لتحت. حلو. ناقص المعلومه الثالثه بقى اعرف هو معتمد على ايه. قال لك حاجه زي اللي قدامك ده، الفي اس ده اسم السورس، يبقى ده فولتج سورس. قيمته بقى معتمد على ايه؟ معتمد على الجهد اللي موجود في مكان تاني، جهد اسمه في اكس موجود في حته تانيه. فين الفي اكس ده؟ بتروح انت تبص في الدايره وتدور على مكان الفي اكس. وليكن مثلا عندك بطاريه او عندك فولتج سورس قيمته 10 فولت كده، وفي عندك مقاومه ومش عارفه ايه، وفي هنا ديبندنت سورس ودايره مكمله بالمنظر ده مش عارفه ايه، وفي هنا مثلا خلينا نقول مقاومه تانيه. الجهد ده المصدر ده اسمه 5 في اكس، ماشي، والمصدر ده 10. وجا هنا هتلاقيه في الدايره عامل لك كده على المقاومه دي الار اللي هي ايا كانت قيمتها، يكتب لك ان ده موجب وسالب الفي اكس، هو ده جهد الفي اكس. معناه ايه؟ معناه ان في الدايره دي لو الجهد اللي واقع على المقاومه ده 1 فولت، يبقى المصدر ده قيمته 5 فولت. لو الجهد اللي واقع عليها 2 فولت، يبقى المصدر ده قيمته ال 2 في 5 يبقى ب 10 فولت. لو 3 يبقى 3 في ال 5. ال 5 او الرقم الثابت ده الجين اللي هو الميو، الميو او هو الرو في الحاله دي، او هو البيتا في الحاله دي، او هو الالفا. دي رموز وبتعرفها برضو في كورس ادفانسد هي جت منين، بس هي مبدئيا معانا في الحاله دي هي رموز، مجرد رموز يعني ثوابت قيم بنحطها لك، ما بحطهاش قيمه مجهوله. يعني مش هاجي اقول لك ان هات لي قيمه الميو او هات لي قيمه الالفا، لا، انا بديها لك قيمه ثابته واقول لك ان السورس ده قيمته 5 في اكس، انت بقى تروح تحسب الفي اكس عشان تعرف قيمه السورس ده. فده بيسموه ايه؟ الديبندنت سورس. ده كده مثلا ده كارنت سورس قيمته معتمده على قيمه الجهد في مكان تاني. في حاجه اسمها كده؟ اه، في حاجه اسمها كده عادي. ده فولتج سورس قيمته معتمده على قيمه الكارنت في مكان تاني، تروح تحسب الكارنت ده وتضربه في قيمه الثابت اللي موجود قدامك ده. طب والوحده هتبقى مظبوطه؟ اه، لان الرو الثابت اللي موجود عندك ده هو اللي بيظبط الوحده، يعني الكارنت وحدته امبير، ماشي، وانت عاوز في الاخر الوحده تطلع بالفولت، فهتلاقي ان الرو دي هي اللي مظبطه الوحده، يعني مثلا هتلاقيها في الاخر وحدتها فولت على امبير وهكذا. طيب ناقص بقى ايه؟ ان انا اعرف انطق اسمه. يبقى مبدئيا الاسم اللي بره ده، يعني لو هو في الغالب هو طبعا هو مش بيديني، يعني مش بيجي في السلايد مثلا كده او في المساله ويقوم كاتب لي في اس بتساوي مثلا 5 في اكس، هو مش هيعمل كده. هو هيجي في المسألة مثلا هيكتب لي على شكل السورس كده اللي هو بالمنظر ده موجب سالب 6 في اكس، ولا هيقول لي ده اسمه ايه. انا من الشكل بتاعه اول ما الاقي فيه موجب سالب اقول ايه؟ يبقى ده كده اسمه فولتج سورس. طب ناقص بقى اعرف مين اللي بيكونترول الفولتج سورس ده، مين اللي بيتحكم فيه. فهنا هبص لقيته كاتب لي فولت، يبقى ده فولتج كنترولد فولتج سورس، جهد بيتحكم في مصدر الجهد ده عشان يجيب قيمته. طب هفترض بقى معاك ان لقيته العكس، لقيت مثلا ان شكل المعين ده في سهم كده، فده بقى اسمه ايه؟ ده كده اسمه كارنت سورس. فهاجي عند الحته دي ويبقى ده اسمه كارنت سورس، ماشي، ولقيت مكتوب جنب القيمه بتاعته 3 في اكس، يبقى في جهد اللي بيتحكم في مصدر التيار ده، يبقى ده اسمه فولتج كنترولد كارنت سورس وهكذا. فهو بيبقى عباره عن اربع انواع بيتقال بالاسم ده، يعني ده فولتج كنترولد فولتج سورس، ده فولتج كنترولد كارنت سورس، ده كارنت كنترولد فولتج سورس، ده كارنت كنترولد كارنت سورس. المصادر ديت يعني بتبقى في ناس ما بتحبهاش شويه في المسائل، بس هي ما فيهاش اي حاجه. انت تقدر تقول هي بيديك معادله زياده اسمها الكونستريند ايكويشن، يعني وانت بتحل اي مساله مجرد ما تشوف الشكل المعين ده تعرف ان في لسه علاقه على جنب كده لازم تحلها، اللي هي العلاقه دي اللي بيسموها الكونستريند ايكويشن بتاعه الكرنت سورس، بتاعه الديبندنت سورس. طبعا هنا بقى بيتكلم عن التوصيل بتاع الدايره الكهربيه، وبيديك مفاهيم اساسيه ان الدايره دي كده دي اسمها كلوزد سيركت. كلوز سيركت يعني في مسار مغلق لمرور التيار، ده الكلوز سيركت. وين ان ويتش هاز كارنت هاز ا كومبليت باث تو فلو، يعني التيار عنده مسار مغلق كامل علشان يعدي، يطلع من الموجب بيخش بالسالب، يبقى كده الدايره دي اسمها دايره مغلقه كلوز سيركت. اوبن سيركت دايره المفتوحه دي مش شغاله، اهي اللمبه مش منوره، فالدايره اللي هي مفتوحه ديت ما فيهاش مسار مغلق التيار ما يعديش فيها.
بتبقى المقاومه بتاعتها بنقول عليها انفينيتي، المقاومه بتاعتها ما لا نهايه، اكنها ما هي مش اكنها هي بالفعل مقاومه الهواء. عندك البطاريه، البطاريه لو حاجه زي كده مثلا، وفي حد ما شاء الله عليه كده راح قام موصل سلكه كده ما بين الطرفين بتوع البطاريه، البطاريه تتحرق. اللي عمله ده اسمه ايه؟ ده اسمه شورت سيركت، وده من الاخطاء اللي بتبقى مشهوره قوي في وانت بتشتغل عملي في الدوائر الكهربيه. ولازما قبل ما بتبدا تشتغل في الدايره او قبل ما تبدا توصل التيار الكهربي في الدايره، بتعمل تيست اسمه شورت سيركت تيست على الاطراف اللي انت هتوصل عليها الباور. يعني بتيجي كده بالافو او بجهاز القياس وبتقف في الحته دي والحته دي وتتاكد اللي هي اللي تحت، يعني تتاكد ان هي مش هتديك البازر، يعني مش هتديك الصوت اللي بيطلع ده بتاع ان في شورت سيركت موجود. طالما ما اديتكش الشورت سيركت بتبقى انت مطمن ان على الاقل انت مش هتحرق الباور سبلاي يعني. فالشورت سيركت تيرمينال ادي شكلها في الحقيقه، بتبقى البطاريه موجوده وانت موصلها مع لمبه، بس قدرا في سلكه قفلت الطرفين دولت مع بعض. ممكن ما تبقاش سلكه بشكل مباشر، ممكن تكون توصيله بشكل تاني في الدايره. يعني ممكن تكون انت موصل بطاريه بالمنظر ده ودي كده لمبه وفي مقاومات ومش عارفه ايه وحاجات كتيره موجوده، وغصب عنك في سلكه عملت كده. يعني هي مش متوصله بشكل مش قدام عينك على طول، يعني مش وانت باصص كده في الحته دي لقيتها، لا ده هي موجوده بعدهم بكام حته يعني. فممكن ما تبقاش بالشكل المباشر اللي موجود عندك ده. الشورت سيركت والنورمال سيركت العاديه اللي هي التيار بتوزع مثلا، دي البطاريه اهي وفي مقاومتين، مقاومه ار واحد ومقاومه ار اتنين، التيار بيمشي كده ويتوزع جزء منه ينزل هنا وجزء منه يروح في اليمه التانيه. الشورت سيركت تيست دي كارثه. ليه؟ لانها لما يجي التيار يتوزع يلاقي قدامه مقاومه ار واحد والمقاومه ار اتنين عباره عن سلك، السلك المقاومه بتاعته صفر. يعني والله يعني يوم ما تبقى لها قيمه قوي ممكن تلاقيها 1 من 100، 1 من 1000، ارقام لا تذكر. فالرقم الصغير جدا ده يخلي التيار وهو جاي يتقسم ما ينقسمش، بدل ما ينزل منه حته هنا يقوم يتسحب كله ويروح على الايه الحته دي. فلو في عندك حاجه متركبه هنا بتتحرق، يعني لو في حاجه متركبه على الدايره بعد كده بتنحرق لانها ايه سحبت اكبر تيار موجود عندك في الدايره. فالشورت سيركت ديت من الكوارث اللي موجوده. ودايما بنقول حاجه تانيه، ان لما بيكون في عندك مقاومه وهي بارلل، يعني متوصله بارلل مع شورت سيركت، المقاومه دي اكنها مش موجوده لان التيار مش هيعبرها. قدامك التيار ماشي قدامه سكه سالكه وسكه فيها شويه مقاومه، انا همشي فيها ليه؟ ما انا همشي في الحته السالكه. فلما بيكون في عندي مقاومه بارلل مع شورت سيركت انا بلغي وجود المقاومه دي تماما. نيجي بقى هنا لبعض التوصيلات اللي هو بيرسيها في تفكيرك مفاهيم توصيل اللي هي المصادر مع بعضها، ويقول لك هو التوصيله دي تنفع ولا ما تنفعش. ودي من الاسئله المشهوره في الشابتر ده. فمثلا جاب لك 2 باور سبلاي اهو، ادي 10 فولت وادي 10 فولت متوصلين، والاطراف اللي انت هتبص عليها يعني انت واقف في الحته دي كده ماشي، او يعني هي ده مكان اللي انت بتبص عليه اللي هو التيرمينال A والتيرمينال B، انت بتبص مره واحده على A B. هل التوصيله دي تنفع؟ المفروض ان توصيل المصادر على التوازي، يعني لو انا عندي مثلا حمل كده اللي هو لود مقاومه اونيه ولود المقاومه الثانيه وفي مصدر كده، الجهد بتاع المصدر ده لو كان مثلا قيمته 10 فولت فهو هواه الجهد اللي موجود هنا وهو هواه الجهد اللي موجود هنا. التوصيله ان بارل بتحافظ على نفس قيمه الايه الفولت، فبالتالي لو انا حبيت احط مصدر كمان موجود هيسبلاي جهد على نفس النقط يبقى لازم يكون بنفس القيمه. ما ينفعش احط مثلا ده 5 فولت، ما ينفعش النقطه دي هتشيل 5 فولت ولا شايل 10 فولت. فالتوصيله بتاعتي طول ما المصادر متوصله بارل مع بعضها وطول ما هم نفس القيمه يبقى هي فاليد، يبقى التوصيله دي ايه تنفع، هما الاثنين يقدروا يسبلاي نفس قيمه الكرنت عند نفس الايه النقط اللي موجوده. العكس موجود على توصيله الايه الكرنت سورسز. لما بيكون في عندي دايره بالمنظر ده وماشي وفيها سوري فيها يعني سورس كده، كنت ارسم بطاريه وبعد كده رجعت الكلام، ونفترض ان هي كانت فيه هنا مقاومه كمان، فالكرنت الفولتج سورس ده مثلا وليكن كانت قيمته 10 فولت ودي كانت مقاومه مثلا 2.5 ودي كانت مقاومه 2.5 اوم. التيار اللي ماشي في الدايره ده عباره عن ايه؟ عباره عن قيمه الفولت مقسوم على مجموع المقاومتين 2.5 و2.5 5، يعني 10 على 5 فيها ال 2 امبير. ده قيمه التيار اللي ماشي في الدايره دي. لو وقفت عند اي نقطه في الدايره وقست التيار هيديني ال 2 امبير. فده معناه ايه؟ معناه ان الدوائر ان سيريز بيمشي فيها قيمه التيار واحده بس، ما ينفعش يكون اكتر من كده. فبالتالي لو انت عاوز توصل كارنت سورس ان سيريز، يعني مصادر للتيار ان سيريز، لازم ان يكونوا بنفس القيمه، لان البرانش او الكلوز باث مش هيشيل غير قيمه واحده للتيار. يعني لو ده خلاه 4 امبير
وده 5 امبير زي ما هو، يبقى التوصيله دي invalid ما تنفعش. لكن هنا 5 و5 زي بعض، يبقى التوصيله دي valid وتنفع. جينا اهو لقينا 2 مصدرين بارل مع بعض ماشي، 1 10 و1 5، التوصيله دي ما تنفعش، not permissible، not permissible او not valid، يعني هي او invalid sorry، يعني التوصيله دي غير مسموح بيها، ما ينفعش اوصل مصدرين بكمتين غير بعض. ونفس الحكايه لو كانوا الاثنين current source، ما ينفعش اوصل اثنين current source، هي دي الحاله اللي عليها الدور على طول، اثنين current source in series بكمتين غير بعض، دي 5 ودي 2، يبقى الكلام ده ما ينفعش. طيب دايره بقى زي دي فيها voltage source وفيها current source، تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع وانت مغمض عينيك. ليه بقى؟ لان نظريا ده voltage source يقدر يطلع اي قيمه للتيار، يعني يقدر يطلع 5 عادي، يقدر يطلع 3، يطلع 2، يطلع 1، والعكس ده current source يعني يقدر يطلع 5 امبير مهما كان قيمه الفولت اللي وصل على الطرفين بتوعه، يبقى التوصيله ايه؟ ممكنه، وهتلاقي الشرح بتاعها اللي انا بقوله ده، فالتوصيله دي كده valid. جاب لك بقى توصيله ثانيه فيها فولتج سورس قيمته 5 فولت اللي هو الفي اكس، ده اسمه في اكس وقيمته 5 فولت، والديبندنت سورس 3 في اكس. طيب نشوف كده، ده 3 في اكس يعني 3، ونشوف قيمه الفي اكس كانت ب5 يعني 5، يعني في الاخر ده بقت قيمته 15، يعني اكنك عندك مصدرين، واحد قيمته 5 وواحد قيمته 15، والاثنين متوصلين بارل مع بعض. اتفقنا ان التوصيله دي ما تنفعش، لازم ان المصادر السورسز بتاعت الفولتج تكون زي بعضها ان اتوصلت بارل. طيب هنا عمل لي فولتج سورس مع كارنت سورس، قيمه الفولتج سورس 5، قيمه الكارنت سورس 3 من 3 في 5 دي اللي هو 3 من الفي اكس، يعني 3 في 5 ب 15 امبير، تنفع ولا ما تنفعش؟ تنفع، ده يقدر يطلع اي تيار وده يقدر يتوصل على اي جهد. عمل لك العكس، ادي كارنت سورس ثابت، ده اندبندنت كارنت سورس قيمته 2 امبير، وده ديبندنت فولتج سورس قيمته 4 من الاي اكس، يعني 4 في 2، يبقى ده 2 امبير متوصل مع فولتج سورس قيمته 8 فولت. ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع لنفس السبب اللي هنا، ان ده يطلع اي فولت اي كارنت، وده يتركب على اي فولت مفيش فيه مشاكل. هنا عمل لك توصيله تانية وقال لك if the interconnection in figure 2 3 is valid، لو التوصيله دي تنفع، find the total power developed in the circuit، هات قيمه التوتال باور ديفلوبد، واحنا اتفقنا ان ديفلوبد ايكويفالنت تو لكلمه ديليفرد، الاثنين زي بعض. ان ذا سيركت اف ذا انتر كونكشن از فاليد انس نوت فاليد قول لي ليه، يعني هو بيقول لك لو التوصيله دي تنفع وريني واحسب لي التوتال باور اللي هي التوتال باور ديليفرد، ولو التوصيله دي ما تنفعش قول لي ما تنفعش ليه. مبدئيا كده لو انا باجي احسب يعني ايه اللي هيخليني اقول انها تنفع او ما تنفعش، في حاجات زي اللي انا شفتها اللي فاتت دي، ان انا بشايفه مباشره السورسز مع بعضها، يعني يبقى السورس الفولتج سورس بارل مع بعضها او الكرنت سورس ان سيريز. طب هو هنا جايب لي 3 فولتج سورس ان سيريز ينفعوا من غير ما اغمض، يعني وانا مغمض عيني الثلاثه ينفعوا مع بعض عادي. السؤال هو الثلاثه مع بعض مع ال5 امبير دول ينفعوا ولا لا؟ طبعا التوصيله تنفع، بس الحكم مش بيبقى كده، يعني بغض النظر عن الخبره انك مجرد ما تبص الدايره تعرف ان التوصيله دي تنفع او لا، الحكم بيكون ايه؟ ان total power delivered بتكون بتساوي total power absorbed ماشي. يبقى اكد تاني، انت مجرد ما تشوف التوصيله دي، مجرد ما تشوف ان الثلاث مصادر ان سيريز مع بعض عادي، اكنهم بطاريات وبتقوي بعضها، ده اكنه 50 فولت وده 10 فولت، الاثنين دولت زي بعض، ده هيمشي التيار كده وده هيمشي التيار في الاتجاه ده كده، يبقى مبدئيا ده 50 و10 اكنهم 60 فولت ماشي، المصدر اللي بعده ماشي تيار في الاتجاه المعاكس، يبقى ده سالب 40 فولت، يبقى 60 وسالب 40 يبقى ده اكنهم 20 فولت، يبقى اكن ال 5 امبير دي واقع عليها كام؟ واقع عليها 20 فولت، التوصيله تنفع جدا كهربيا، بس احنا محتاجين نثبتها له بالباور ديليفرد وديفلوبد ديليفرد وابسوربد. عشان احسب الباور هسمي كل اليمنت بالاسم بتاعه او بالقيمه بتاعته، يعني مثلا ده 50 فده هسميه الباور بتاعه ال 50 فولت، دي الباور بتاعه ال 10 فولت، ودي الباور بتاعه ال 40 فولت، دي الباور بتاعه الايه ال 5 امبير. هحسب كل واحده فيهم وهجمع في الاخر. الاول ال 50 التيار اللي عندي هو ال 5 امبير، ده التيار اللي موجود في الدايره. تعالى كده نمشي بالتيار ده، يعني ممكن احنا نمسح الحاجات اللي موجوده وهسيب بس قيمه التيار اللي هو قيمه الفولتج دروب اللي وقع بدل ما نرجع نحسب تاني، ان احنا مضطرين نحسبه تاني.
فهنا الخمسة امبير هي اللي ماشيه معايا كده في الدايره، فانا هاخدها كده من ايديها والف بيها على لغايه ما اوصل للخمسين فولت، الاقي انها دخلت على الترمينال الموجبه، يبقى هي الخمسين في الخمسة يبقى ب 250 واط. الباور اللي هي العشرة هاخد التيار برضه هوت من ايديه وامشي بيه كده، دخلت في الموجب، هي بقى هي عبارة عن العشرة في الخمسة تبقى ب 50 واط. الباور اللي هي 40 خدت معايا الكارنت اللي هو خمسة ده ودخلت كده ايه ليها كده، دخلت في السالب، يبقى دي سالب 40 في الخمسة بسالب 200. تمام. طيب وهنا عندي الكارنت سورس اهو وقع عليه بطارية بالمنظر ده، يعني اكنه هو الكارنت دخل في السالب، فتبقى سالب 20 في الخمسة، يبقى دي بكام؟ بسالب 100. ادي وات ادي وات. يعني ولو انت حتى مفاهيمك متلخبطة للباور ديليفرد وابسوربد، هتلاقي 250 يعني و50 الاتنين دولت بالموجب دي ودي، فده المجموع بتاعهم 300 وات، وهتلاقي سالب 200 وسالب 100 المجموع بتاعهم بكام؟ ب 300 وات. يبقى دي بتساوي دي ولا لا؟ يبقى الكونكشن بتاعتك ايه؟ فاليد. طيب هو دلوقتي عاوز الباور ديليفرد، ديليفرد بصفه عامه، يعني الباور اللي هي اللي جت عندي بالموجب. هنا لما تيجي تشوف على الحل بتاعك هتقول ان السمشن بتاع الباور ديليفرد اللي هو كان عاوزها بالايه، بال 300 واط اللي موجودين عندك في الدايره. لو كان قال لك عايز الباور ابسوربد فكنت هتقول له بالايه، بال 300 واط برضو، لان كلمه ديليفرد او ابسوربد يعني الكلمه اللي تحت ديت هي خلاص بالنسبه له انديكيشن عن الاشاره، احنا اتفقنا خلاص يعني احنا ماشيين فيها ازاي. المهم انك تبقى فاهم المصطلح بتاعك كدايره مشي ازاي. مساله مثلا تانية زي دي كده، قال لك لو الانتركونكشن الموجوده في الدايره دي valid find the power developed by the current source. هات لي الباور developed by the current sources اللي هو الموجودين هنا في الدايرة. عايز هو يعرف قيمة الباور اللي طالعة من ال current source، يعني عايز الباور بتاعة ال 10 أمبير وعايز الباور بتاعة ال 5 أمبير. طيب في ايه كمان؟ if the interconnection is not valid، لو التوصيلة بتاعتي مش valid قول لي ليه، واتفقنا هتقول له ليه. لو التوصيلة بسيطة بتعرف تقولها، لو التوصيلة مش بسيطة بيبقى انت تحسب الباور بتاعت كل element، وفي الاخر هتلاقي ان السمشن بتاعت الباور developed او delivered مش بتساوي السمشن بتاعت الباور absorbed، يبقى كده التوصيلة فعلا مش صح. يعني اما لها طريقة من اتنين، اما ان انت شايف بعينيك وتقدر تقرر، او ان انت تقدر تحسبها بالمنظر ده. طيب انا عايز احسب الباور بتاعت الايه، العشرة بتاعت العشرة امبير بتاعت السورس ده. ودايما عندي بتكون المصادر، يعني دي معلومة يعني كده، ان المصادر دايما بتكون بتطلع طاقة، يعني دايما بتكون بتدليفر الباور. اي مصدر عندي بيكون دايما في الغالب بيدليفر الباور، يعني الباور بتاعته بتطلع بالسلب. يعني واحدة زي اللي فاتت دي كده، لو انت تاهت عليك الدنيا واختلطت هتحط ال 300 واط وخلاص، بس لازم تبقى انت عارف وفاهم ان المصدر بيدليفر الباور، هو بيطلع الخمسة. واحد يقول طب ما انت في عندك مصادر هي بتابسورب، وارد وارد جدا يكون في مصدر عندك بيرجع له طاقه، يعني عندك دايره مثلا متوصله على محطه، جنريتور متوصل على محطه وفي حاجه جوه بتنتج وبترجع له طاقه، زي ما هتاخد الترم الثاني وجود الاندكتور والكاباستور بتيجي في لحظات بيرجع طاقه، فهو وارد ان هو ياخد. بس انا بتكلم ان جنرال سبيكينج دايما في معظم المسائل بتكون الديليفرد باور دي طالعه من المصادر. دايما الابسوربنج باور هتلاقيها موجوده في المقاومات، يعني لو هو حاطط لك دايره فيها مقاومات صريحه كده اعرف ان هي دايما ابسوربنج للباور. انما لو حط لك البوكس المقفول ده فانت ما تعرفش هي اللي جوه دي مقاومه ولا حاجه تانيه، لان لو اندكتور او كباستور وارد جدا ان هو يرجع طاقه عادي. بس ما علينا، احنا بنمشيها ماثماتكس والرياضه في الاخر اللي بتقول لي انا ماشي صح ولا غلط. دلوقتي انا عاوز اجيب الباور بتاعه ال 10 امبير. ال 10 امبير اللي هو السورس الموجود عندي ده، احنا اتفقنا ان الحاجه المتوصله بارل بتاخد نفس الجهد، جهد النقطتين دول هو جهد النقطتين دول عشان ما فيش حاجه متوصله ما بينهم، فالنقطه دي هي النقطه دي والنقطه دي هي هيها النقطه دي، فده واقع عليه 100 فولت ماشي. فلو انا بتخيل ان التيار ده داخل عندي كده، فهو داخل في السالب، يبقى سالب مبدئيا، وبضرب الفولت في الكرنت اللي هو 10 يبقى ده سالب 1000 واط، وهي ال 1000 واط دي ايه؟ ديفلوبد او ديليفرد يعني. طيب بالنسبه لي ال 5 امبير خلاص هنسى بقى الحته دي كده من الدايره، وهروح ابص على اليمه الثانيه. الطرف بتاع السورس ده ادي ده والنقطه دي، يبقى انا عايز اعرف اشوف لو انا واقفه في المكان ده هشوف جهد قد ايه واقع على الكرنت سورس ده.
الجهد اللي هو على الكرنت سورس ده الجهد اللي بيديهوله البطاريتين دولت مع بعض على عكس المصدر اللي هنا. ليه انا قلت الكلام ده؟ لان النقطه بتاعته دي ودي مش زي التانية، يعني دي كده في مصدر اهو دخل في الحسبه بتاعتي، وكانها الدايره بتاعتي بالظبط متوصله كده. هي اكن هي دي بالظبط كده الدايره، فده في مصدرين متوصلين عليه، انا يهمني النقطتين دول. فده كانت قيمته 100 واتجاه التيار بتاعه هيبقى كده، وده كانت قيمته 40 فولت وقيمه التيار بتاعته كده. فالاتجاهات التيار بتقوي بعضها، يبقى الكرنت سورس ده واقع عليه قيمه جهد قد ايه؟ اللي هي 140 فولت، ودي شكل البولاريتي بتاعتها او القطبيه بتاعتها، موجب وسالب في اليمه دي. يبقى التيار اكنه دخل فين؟ دخل اهو، دخل في السالب، ادي موجب سالب ال 140، يبقى سالب ال 140 مضروبه في ال 5 امبير اللي هي قيمه السورس الموجوده عندي، يبقى السورس ده كمان اللي هو الكرنت سورس ده كمان هو بيديني طاقه، هو نفسه بيديني بيديفلوب الطاقه اللي عندي. واحد يقول لي طب ما كده ما نفعتش، هقول لك لا، ما انت لسه ما حسبتليش، سوري انا جبتها غلط، انت لسه ما حسبتش قيمه المصادر دي كمان. لو انت عاوز تقول ان دي طالعه كمان بالسالب، الخمسه في 140 هتطلع بسالب 700 واط، يعني التوتال باور ديليفرد اللي موجوده معايا لحد دلوقتي بسالب 1700 واط. طب لو انت عاوز بقى تحسب قيمه الباور ابسوربد، دي الديليفرد، يعني المصادر دي مطلعه القيمه دي، احسب بتاعه المصدرين التانيين. بس هو ما طلبش ده، هو مجرد ما طلب منك الباور الديفلوبد اللي كانت ايه موجوده بتاعه الكرنت سورس، يعني هو قال لك احسب لي الديفلوبد كرنت الديفلوبد باور اللي جايه من الكرنت سورس اللي موجوده. فهو نفسه وفر عليك وطلب منك حاجتين اتنين بس. يبقى كده خلاص احنا اتفقنا ان الفولتج سورس اللي واقع او قيمه الفولت اللي واقع على الكرنت هي اللي موجوده فوق الطرفين بتوعه مباشره بدون اي وسيط، اللي موجوده هنا على طول. واتفقنا ان المعلومه اللي احنا خدناها في المحاضره اللي فاتت شغاله معانا عادي، الكرنت لو دخل في السالب يديني باور بالسالب، والباور بتاعتي لو كانت بالسالب فده معناها ايه؟ ان هي ابسوربت فروم السيركت انسايد ذا بوكس، يعني اتاخدت من الدايره اللي جوه البوكس، او انها ديليفرنج باور بصفه عامه من غير ما تحط حرف جر. وكذلك الباور لو دخلت في الموجب تبقى الباور بتاعتي موجبه، وده معناها ان الباور دي ديليفرد تو السيركت انسايد ذا بوكس، يعني انا بديها للسيركت اللي جوه الصندوق، او انها ابسوربنج باور بصفه عامه من غير ما استخدم حرف الجر. اتمنى ان الموضوع يكون كده بالشكل ده بقى واضح، وحلينا عليه اكتر من مثال. هنا بقى بيعمل ريفرشمنت لقانون اوم اللي انتوا كلكم عارفينه من الثانويه العامه. قانون اوم ده يعني القانون اللي ما بيتنسيش، يعني هو عباره عن ايه؟ ان الفي بتساوي الاي في الار، ان الجهد اللي موجود في اي دايره هو عباره عن التيار اللي ماشي في الدايره ده في المقاومه بتاعه الدايره دي. الرسمه يعني بالظبط بتحاكي قانون اوم. الفولت ده اكنه مضخه وعاوز يمشي تيار اللي هو الامبير ماشي في الدايره، عايز يمشي كرنت في الدايره في امان الله. تيجي بقى المقاومه تربط عليه كده بحزام على الكرنت، عملت تضايقه في الطريق اللي هو ماشي فيه، مضايقه عليه الدنيا وبتزنقه. كل ما التيار ده يمشي بسلاسه اكتر، يعني يمشي بحريه اكتر، هتلاقي ان المقاومه دي ايه؟ مريحه. ما هي طالما هو التيار عرف يمشي جامد يبقى كان المقاومه دي ضعيفه وايه؟ وفتحت له سكه اكبر. ماشي، كل ما التيار يكبر المقاومه تقل لانها ضعيفه قدامه، والعكس صحيح، كل ما المقاومه تشد وتبقى عاليه تلاقي التيار مش عارف يعدي في الكابل او مخنوق. فده اللي بيخلي ان علاقه الاي مع الار هي علاقه عكسيه، اللي هم ايه؟ عكس بعض، ده يزيد ده يقل والعكس صحيح. بيأكد عليك ان في مصطلح اسمه الكوندكتنس اللي هو الجي، اللي هو الانفرس بتاع المقاومه، اللي هو وحده قياس مقلوب المقاومه، وحدتها هي السيمنز. يعني المقاومه الوحده بتاعتها هو الاوم اللي هو اسم العالم نفسه، والكوندكتنس اللي هي مقلوب المقاومه اللي هي بتساوي واحد على الار، الوحده بتاعتها هي السيمنز. ماشي، والسيمنز مش السكند، يعني لما باجي اكتب الزمن في اي مساله لازم بعمله اس اي سي عشان افرقه عن السيمنز اللي هي الاس بتاعت سيمنز. بعد كده بيقولك ان قانون اوم هنا بيعيد الشرح بتاعه، ان لو انت عندك ده اللي هو الفولتج سورس، ليه جت كلمه ان الفولتج سورس يقدر يطلع اي قيمه تيار؟ لان انت عندك المقاومه او الحمل متغير، فطول ما الحمل متغير الفولتج سورس مثبت القيمه بتاعته اللي هو 5 فولت، يبقى التيار هو كمان هيبقى ايه؟ متغير. الكرنت سورس بيبقى العكس، هو مثبت التيار والمقاومه متغيره، يبقى بالعكس مين اللي هيكون هو كمان متغير؟ الفولت اللي واقع على المقاومه هو كمان متغير. الكلام ده جابه منين؟ كان جابه من قانون اوم.
يبقى هي دي العلاقة الوحيدة الواضحة والصريحة اللي بتحدد لي العلاقة ما بين ال V وال I وال R. قانون اوم بيطلع منه كل القوانين اللي انت شفتها المحاضرة اللي فاتت ومحاضرة النهاردة، اللي هو موضوع قوانين الباور. اتفقنا ان الباور هي ال V في ال I، او ال V تربيع على R، او ال I تربيع في ال R، او ال I تربيع على ال G. جه الكلام ده منين؟ كله جه من قانون اوم. وعندك الدايرة دي، اقعد كده فكر والعب بيها براحتك، شوف كل علاقة جت ازاي لو عاوز. يعني اهي دي كلها بس بتعمل لك ريفريشمنت انك لو عندك كمية تعرف تجيب منها اختها بمنتهى السهولة. هي علاقة مثلث، اي حاجة تعرف تجيب منها، لو معاك معلومتين تجيب المعلومة التالتة. دايما بنأكد ان العلاقة ما بين الفولت والكارنت هي علاقة لينير في الدوائر اللي هي دوائر الدي سي. علاقة لينير هي علاقة المقاومة. ليه يعني علاقة لينير؟ زي ما انت شايف كده، عند اي زمن انا عارفة يعني ايه، لو انا قسمت الفي على الاي في اي لحظه هقدر اجيب قيمه المقاومه اللي موجوده في الدايره اللي هي بتديني علاقه الرامب دي او الخط المستقيم. يعني هنا بيبدا يتكلم عن كيرشوف لوز، اللي هما القوانين بتاعه كيرشوف، الكارنت لو والفولتج لو، برضو انتوا خدتوها في الثانويه العامه. وبس عشان احنا بنعملها ريفريشمنت، لان القوانين اللي بناخدها في اول 3 محاضرات تقريبا معانا في المنهج دول مكملين معانا في السيركت، وبنعتبرهم من المقدسات اللي ما ينفعش ان احنا نغلط فيها. عشان يعرف كيرشوف فولتج لو لازم بيعمل ريفريشمنت لبعض المصطلحات المهمه. النود اللي هي النقطه اللي موجوده او اللي بتوصل ما بين تو اور مور اليمنت، ماشي؟ يعني هي الحاجه اللي هتوصل لك ما بين حاجتين، او يعني ما بين 2 كومبوننت او اكتر. A point at which two or more element have a common connection. يعني لو اجي عندي حاجه زي كده مثلا، النقطه دي والنقطه دي، دايما في الدائره الكهربيه اللي بتيجي مثلا في الامتحانات او المرسومه هتلاقيه بيعمل لك النقط السوداء دي عشان يعرف لك ان دي نود ودي نود ودي نود ودي نود. انت بقى تبقى عارف ان النقطه دي والنقطه دي ايه، واحد، مفيش حاجه متوصله ما بينهم، يبقى دي نقطه واحده. طب النقطه دي والنقطه دي، لا، في ما بينهم مقاومه، يبقى دي نود. وليكن دي كانت رقم مثلا 1، يبقى دي رقم ايه، 2 مثلا. بقت ما بين 2 و3 في واحده، يبقى دي رقم 3، وهكذا. نفس الحكايه هنا ونفس الحكايه في الدايره ايه اللي تحت. الباث a sequence of nodes، المسار، الباث او المسار ده هو مجموعه من النودز اللي ماشيه ورا بعضها. طبعا المصطلحات دي ليك للفهم، احنا مفيش عندنا حاجه اسمها بسمع مصطلحات او بسال فيها في الامتحانات. يعني الباث ده a sequence of nodes، ده مسار من النودز اللي موجوده عندي. البرانش ده a single path in a circuit composed of one simple element and the node at each end of that element. يعني ايه؟ يعني عندك الحاجه زي دي كده، ده كده اسمه برانش. هو عبارة عن element، ماشي، مسار واحد كده موجود ما بين، ممكن يكون فيه من عنصر واحد ممكن اكتر من عنصر، بس في الاخر هيبقى فيه نود في الاول ونود في الاخر. يعني انا ممكن اقول على ده كده، ممكن اقول على الحتة دي كده كلها برانش، رغم ان هي فيها 2 element، واقول برانش متوصل ما بين النود واحد والنود 2. البرانش ده نفسه متكون من 2 برانش، برانش ما بين النود 1 و3 وما بين النود 2 و3. فالبرانش ده بيضم عنصر او اكتر، وبيكون واقع ما بين 2 نود. اللوب اللي هو كلوزد باث، مسار مغلق، يعني وش تمشي من نقطه تلف ترجع لنفس النقطه تاني. يعني لو انا مشيت كده اهو هرجع لنفس النقطه تاني، يبقى المثلث ده كده مسار مغلق، ده كده اسمه باث. يعني ممكن برضو نمسح الحاجات اللي موجوده في السلايد. فده كده مسار مغلق اللي هو المثلث ده، ومن هنا برضو يعني من هنا كده لدي كده، ده كده مسار مغلق، والحتة اللي في النص دي كده مسار مغلق، ودي كده على بعضها دي كده مسار مغلق، دي كلها مسارات مغلقة. يعني أمش a closed path in which أمش is a closed path in a circuit with no other passes inside it. يعني ايه؟ دلوقتي وانا عمال ارسم الدايره دي قلت ان موجود ده كده، ده لوب، والحته دي كده لوب، وممكن اخد دي كده لوحدها واقول ان دي كده لوب. يعني في جواها كذا حاجه. المش بقى هي اصغر مسار مغلق ما ينفعش يكون موجود جواه حاجه. يعني لو جيت عند رسمه زي اللي تحت دي كده، انا اقدر اقول على دي كده انها مش، مفيش حاجه موجوده جواه، ودي كده مش، مفيش حاجه جواه، ودي على بعضها كده مش. لكن لو انا خدت مثلا من السي سي دي ومشيت كده ورجعت ايه لحد السي تاني، ده كده اسمه لوب. اللوب ده كان جواه 2 مشز او ممكن اكتر عادي. يعني
الحاجات دي كلها مش حفظ، انت بس بتعرف الفرق ما بينهم عشان لما اقول لك هنشتغل على المش اللي هنا دي تبقى عارف المش دي موجوده ازاي او انا عرفتها ايه ازاي. كيرش اوف كارنت لو بمنتهى البساطه بيقول لك ان السميشن بتاع الكارنت اللي موجود عند اي نود ماشي بيساوي صفر، او ان الكارنت اللي داخل النود دي بيساوي الكارنتس اللي خارجه من النود دي، يبقى مجموع التيارات عند اي نقطه بيساوي صفر، او ان السميشن بتاع الان كارنت summation of ال in current يعني التيارات اللي داخله النود دي بتساوي summation of ال out current اللي خارجه من النود دي. عندك نود زي النقطه دي كده يبقى مجموع التيار اي اي زائد الاي دي زائد الاي سي زائد الاي بي بتساوي صفر، كل واحد باشارته. طب مين اللي هتبقى اشارته بالموجب وبالسالب؟ انت حر، بس في الغالب احنا لينا طريقه في الفرض، بنقول دايما ان اللي خارج مثلا موجب والايه سوري اللي داخل بالموجب واللي خارج بالسالب. انت عايز تفرض العكس مفيش مشكله. ليه بقى مفيش مشكله؟ لان انت بتبقى حاطط اتجاه تيار، فلو انت عامل الفرضيه العكس هتبقى كاتب لي مثلا في الاخر مثلا وانا بقول لك ان انت عارف قيمه الاي اي والاي بي والاي سي وكان المفروض تحسب قيمه الاي دي، المفروض ان الاي دي يكون تيار خارج ماشي، فبالتالي اشارته تبقى سالبه 5 امبير. قمت انت مطلع لي الحسبه وقلت لي ده هو عباره عن 5 امبير، ابص انا على الرسمه بتاعك الاقيك انت عامل اتجاه التيار ايه العكس، فهفهم من هنا ان انت بتبقى عاكس اتجاه التيار. المهم ان انت بتحافظ على الفرضيه بتاعتك من الاول. واحد يقول طب افرض انا فارض ان اتجاه التيار اللي داخل بالسالب اصلا، برضو مفيش مشكله بس تحافظ على نفس الفرضيه طول الحل. يبقى اتجاهات التيارات بتاعتنا انت حر في الفرض بتاعها، ما بتكلمش عن الباسيف ساين كونفنشن، انا بتكلم عن توزيع التيارات حوالين النود. لما بيكون في مصادر موجوده في سورسز موجوده فهي بتجبرني على فرض معين ما ينفعش اغيره، الباسيف ساين كونفنشن ما بتتغيرش. انما انا بتكلم على رسم زي اللي قدامي دي كده، ولا فيها مصدر ولا فيها اي حاجه، حاجه كده مفتوحه وخلاص. فانا هنا قلت ان الاي اي زائد الاي بي بتساوي الاي دي زائد الاي سي، مين فيهم بالموجب وبالسالب ما اهتمتش. تمام. طيب يبقى هنا السميشن اوف الكرنت كلها على بعضها بتساوي ايه؟ زيرو. هنا بيعيد نفس الكلام، عندك واحده زي دي كده بيقول لك الفرق بين المش واللوب ده اللي انا لسه قايلاه، ده كده اسمه برانش، ده كده اسمها مش عشان ما فيش فيه حاجه اصغر منها موجوده جواها، ودي كده مش ودي مش فيش فيها اي حاجه دي يعني. الفولتج ديفرنس والكرنتس بتوين اني تو بوينتس ما بين اي نقطتين. انا عندي هنا اتفقنا ان التوصيله ان سيريز الكرنت فيها بيكون واحد، يعني عندي توصيله زي اللي قدامي دي كده التيار فيها واحد، يعني الاي اللي ماشي في الار في الار واحد هو اللي ماشي في الار اتنين هو اللي في ار تلاته هو اللي في ار اربعه، انما الجهود اللي واقع على كل واحده غير التانيه. الجهد اللي واقع على الفي ار الحته هو الحته دي كده، لكن لو انا واقفه في الحته دي وبقيس الجهد من النقطة دي للنقطة دي فدخل في حسابي R1 وR2، لو انا هقيس من النقطة دي والنقطة دي يبقى دخل في حسابي R1 وR2 وR3 وهكذا، لو انا بقيس من هنا لهناك يبقى دخل في حسابي R1 وR2 وR3 وR4. فدايما توصيلة in series بتبقى هي نفس التيار واحد اللي ماشي في الدائرة، انما الجهود لأ، V1 ما بيساويش V2 ما بيساويش V3 ما بيساويش V4 وهكذا. هنا بيقول لك ان اني سيركت ويز ان نود، اي دايره فيها ان من النودز فيها ان ناقص واحد اندبندنت كارنت ايكويشن كان بي دريفن فروم الكيرشوف كارنت لو. لو هي فيها مثلا خمسة نود يبقى انت تقدر تطلع اربع معادلات باستخدام قانون كيرشوف وتقدر تحل المساله. طبعا من غير ما اعرف المعلومه ديت، يعني غير ما اعرف هي لو فيها كام نود هطلع بكام معادله، انت هتلاقي الحل دايما بيكون موجود في كيرشوف. فمثلا مساله زي اللي موجوده دي كده بيقول فايند ذا كارنت ثرو ريزيستور ار 3، عايز يعرف التيار خلال المقاومه ار 3. اف ات از نون ذات ذا فولتج سورس سبلايز 3 امبير، لو انت عارف ان الفولتج سورس ده بيطلع 3 امبير. طب تعالى كده نبص الفولتج سورس الكارنت اللي خارج منه هو ده ماشي كده هنا، يبقى التيار اللي ماشي في المقاومه ار 1 مين هو؟ هو ال 3 امبير ماشي. يجي بقى هنا يتوزع، لا في قدامه نود وكذا سكه، لا هيتوزع بقى خلاص مش هيبقى ثابت، فيتوزع لجزء اللي هو الاتنين امبير ويكمل منه حبه تانيين اليمه التانيه، هو تلاته يبقى في اتنين امبير نزلوا تحت يبقى في واحد امبير فضل مكمل للحته دي. يجي هنا الواحد امبير يلاقي ايه قدامه سكه ينزل منها وفي سكه مرجعاله، يعني انا لغايه النقطه دي كده وصلنا للحته دي اسمها ايه واحد امبير. لو انا هسمي النود دي اكس ماشي، فهقول مثلا كده في الحته دي ات النود اكس انا هستخدم ايه؟ كيرشوف كارنت لو، يوزنج كيرشوف كارنت لو انا عندي ان الواحد امبير هيساوي
الواحد امبير ده داخل زائد الخمسة اللي داخلة هي كمان، ادي كده مجموع التيارات اللي داخلة، في حاجة داخلة تاني، ادي 1 امبير وفي 5 امبير داخلة هي كمان، بيساوي التيار اللي خرج اللي هو اللي اسمه الاي. يبقى الواحد زائد الخمسة بيساوي الاي اللي هي خارجة اللي هي هتبقى 6 امبير. يبقى الاي كانت قيمتها ب6 امبير، من غير ما تقعد تحسب لي بقى كان في عندك كام مقاومة، كام نود في الدايرة. لو انا عايز احسب بالكلام بتاعه، ادي عندي هنا نود وفي هنا نود وفي هنا نود، دول 3 نود، يعني في معادلتين هيطلعوا. انا من غير بقى حكايه ما احسب كام معادله، انا بمشيها كده بكيرشوف على طول، التيار اللي خرج من هنا وزعته، وبعد كده اللي بقى رحت وزعته، فطلعت المعادله الاخيره ان الاي بتساوي سوري بتساوي 6 امبير زي ما موجود في الحل بتاع المساله. بكده بنكون نهينا الجزء الاول من شابتر 2 اللي هو بيتكلم عن السيركت اليمنت، والمره الجايه ان شاء الله بنكمل السيركت اليمنتس الموجوده او بقيه الموضوعات الموجوده في الشابتر. شكرا جزيلا.